العربية و من ناحية الطبية الأمور الحمد لله تمت بخير وعلى خير. بدأت في البداية أتقدم بشرف جمعية ربيعة الملك التي نظمت هذه المهمة الطبية كما أتقدم بالشكر إلى السلطات المحلية وإلى السلطات التي قاموا بتنظيم هذه العملية في البلاد. كما أتقدم بالشكر إلى جميع الأطر الطبية والشبه الطبية العاملة سواء في مدينة تملات مدينة القلعة أو بمستشفى نوطوفيد مدينة مراكش التي سهرت على إنجاح هذه العملية حسنا. قمنا بإعطاء حوالي 150 تسقيف. الحمد لله الأمور تمت في أجواء جيدة دون الحمد لله المشاكل. نتمنى الخير ونتمنى لا كونتينيتي لهذا الأعمال الاجتماعية والخير إن شاء الله. المهم العملية دازت بنجاح الحمد لله. تم إعذار أكثر من 100 طفل. ما تسجلت حتى شي حالات ديال نزيف أو مشكلة خلال هذه العملية. والحمد لله احنا قمنا بالعملية بمساعدة الأطر ديال الطبية والشبه الطبية ديال مستشفى شبهات اللي كنوهو بهم وبالخدمة ديالهم والعمل ديالهم. والأطر كنشكر الأطر الطبية ديال مستشفى بوطفيل كذلك اللي قامت بهذه العملية هذه بمساعدة الأطر ديال الأيت تملات. كنشكر ولاية الأمن والناس اللي سهروا على هذه العملية وكنتمنى أنها تعاود لأنها كتدخل الفرحة للعائلات وكتدخل البهجة والسرور الأمهات. وحنا في استعداد كأطباء وكجمعيات أننا نخدموا دائما مساعدين بلادنا باش ندخلوا هذه الفرحة لهذه العائلات. وحنا راه إشارتكم في أي لحظة. شكرا.